شو اللي عم ياخذك لعندها على البيت؟ يلي عم ياخذني لعندها يا خانم شي ما انا موجود عند اختك اللي خبرتك الخبريه واللي هو الاحساس. بتعرفوا شو معناته الاحساس انتو؟ بالله شو الاحساس؟ وشو هو الاحساس يا ابو احساس مرهف؟ لا خلاص ما بقى كبري عليك القصه، مو هيك القصه. بكل بساطه المخلوقه ما صار في حدا يروح لعندها ولا يشتغل عليها بعد ما سافر اخوها ومرته. يا حبيبي وعم تروح لعندها وهي قاعده لحالها بالبيت؟ خلصنا رضوى، عيب هذا الحكي. انت لازم تشوفي حالك فيه، لازم ترفعي راسك تقول كتر خير الله عندي هيك رجال قلبه لله. يا مخلوقه، مرت اخوك وبنت اخوك بعد ما لحشها اخوك واختك وتركوها ومشوا، شو تعملك؟ شو تسوي بحالها؟ طفله من نيم بدها تعيش؟ طبعا اختك عملت هذا الفصل مشان يفضل الجو مع حبيب القلب. لك بس اللي بدي افهمه، لك انت شو حشرك؟ شو دخلك بهالقصة؟ ولا بس هيك بتحب تكايدني وتجاكرني؟ بعدين هذا نضال مثل اخونا، ليش هيك عم تحكي عنه؟ شو صاير فيك انت؟ لك ما انت قلتي لي روح اطمن على اخي؟ رحت لعنده، شلونك؟ شو اخبارك؟ شو بدك؟ قال لي الله يرضى عليك، من شان الله يا رؤوف، بنتي بنتي شوف شو لازمها، شو محتاجه، الله يوفق، ما تقطعها ابنه. قلت له على راسي يا هذا اللي صار بدك يعني ما روح؟ شو اعمل بحالي انا؟ لك يا عيب الشوم عليكم، بس يا عيب الشوم عليكم. طفله من لحمكم ودمكم ما حدا سائل فيها، لاني عم بسال فيها صار حق علي، وانتي عم تشكي فيني يا رضوى. الله يسامحك.